تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم، وذلك من خلال معبر رفح البري، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته التعسفية والتي منعت دخول أي من شاحنات المساعدات اليوم وخاصة الوقود. تلك الممارسات والتعنت الإسرائيلي يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى من أمام بوابة معبر رفح البري. ربما التطور الأهم اليوم هو خاص بعمليات القصف المستمرة في مدينة رفح الفلسطينية وليس بالمساعدات الإنسانية، فالمساعدات يبقى الوضع على ما هو عليه، هو عدم دخول أي من الشاحنات سواء كانت الغذائية أو حتى الوقود لدى منفذ كرم أبو سالم، لأن المنفذ لم يعمل اليوم ولم يتقبل الجانب الإسرائيلي لدى منفذ كرم أبو سالم أي من الشاحنات، رغم تجهيز مصر لعدد من الشاحنات الموجودة في الساحة الخارجية لمعبر رفح، وأيضا عدد كبير من الشاحنات الوقود، ربما أكثر من 10 شاحنات وقود مصطفى بالقرب من معبر رفح البري. لكن لازالت عمليات القصف، نسمع دوية الانفجارات، ربما كانت بشكل عنيف منذ قليل، وتصاعد أعمدة الدخان في القرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وربما أيضا في المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية كانت الدبابات، وأيضا نتحدث عن بعض الغارات الجوية التي كانت موجهة في بعض المناطق السكنية في مدينة رفح الفلسطينية. وهذا ما أكده المفوض العام لوكالة الأونروا السيد فيليب لازاريني، بأن العمليات العسكرية مستمرة في مدينة رفح وفي جنوب قطاع غزة ولم يتغير أي شيء، وهذا يتنافى تماما مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من وجود هدنة تكتيكية تسمح بدخول المساعدات أو حتى توقف جزئي للعمليات العسكرية. أيضا يعني المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة أعلن عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم قامت بتدمير صالة المغادرة في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، على الرغم من أنه في 7 مايو الماضي كانت هناك إحدى الصحف العبرية التي تقول أن حكومة نتنياهو أكدت للإدارة الأمريكية بأنها يعني لن تفعل شيء في مرافق وصلات المعبر الرفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا للسماح بإعادة تشغيله مرة أخرى، لكن هذا أيضا لم يحدث. فنحن أمام نقيضين في يوم واحد، لم تدخل المساعدات ولم تتوقف العمليات العسكرية، وهناك أيضا تعرض لبعض المرافق في معبر رفح من الجانب الفلسطيني. إذن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف وتضييق الخناق بعدم دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، ولازالت مصر تكثف جهودها واتصالاتها للوصول إلى هدنة من أجل وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.